ميني متأت السياح، وقالوا 7 ملايين ولا 8 ملايين جاوا، كل واحد يجي 100 دينار بركة تلقى 8 ملايين 8 ملايين دينار، وين هما؟ معناتها ولات اصلا فما يعني يقال انه الفلوس نتاع السياحه قاعده تتصب لبرا والدوله لا تحرك ساكنا. يجي نتحاسبوا مع النزل، انت جاوك 10000 نزيل، وينهم فلوسهم؟ يعني ثم التهريب، ما عادش تهريب الى الداخل بركه معناتها والناس تهرب في السلع وتبيع فيها، ولا تهريب العمله الصعبه الى الخارج والدوله تشاهد ذلك. اثرى اثرياء تونس توا، الاثرياء الكبار هم المهربين. المافيا اصبحت عامر المحرز اللي يسمع كلامك هذا يقول احنا في جمهوريه المافيا. مانيش انا نقول فيه، راهو اعلى هرم السلطه يقول. شو يقول؟ راهو اعلى هرم السلطه يقول لك راهو الاقتصاد التونسي مبني 55% على الموازي. هذه مش مافيا، راهي تجيب المائر 55% راهم لها مافيا. يعني المافيا تحكم في البلاد اليوم، مش الاحزاب السياسيه تتحكم في الاقتصاد، والدليل على ذلك انه في الولايات وفي الوعد الاغنياء والاثرياء، اثر الاثرياء هم المهربين. ال 55% هذوما اللي يحكي عليهم اعلى هرم السلطه، خي نقصوش ولا 54 ولا 53، ان اكد لكم الارقام الجايه تقول لك 70 وبعد تولي 100% تولي ديوانه تسكر، لان هي حتى السلع المهربه تهرب. المافيا هذه شكون يقف وراها؟ شكون يحميها؟ هل عندها غطاء سياسي اليوم عامر المحرزي؟ بدون شك، انا ما نسمع انه فما سياسيين وفما ناس نافذين في الاحزاب زاد كيف معناتها مساهمين في الوحدات وفيهم شكون معناتها في هذه المجموعات الاقتصاديه اللي اصبحت اقتصاديه قويه راي بالتهريب. هذه مش مافيا، ما نقولوا مافيا التهريب، والدوله تقول راهي فما تهريب بنسبه 55%، دونك شنو معناتها؟ وبالتالي يعني الدوله كي تسالها ولا المسؤولين الكبار يقول لك هذا ملف صعيب، وفعلا هو صعيب. المافيا اقوى من الدوله اليوم، اقوى لان مشاو، ما مشاو للديوانه، ورئيس الحكومه مشاو، واللي قبله مشاو، وكلهم مشاو للديوانه، ومشاو الرادس وشافوا ولقاو دبوات، قالوا لهم حلوهم، قالوا لهم فاتح ما فماش، وشنو اللي عملوا في الموضوع؟ وبعد في الاخر بكل الارقام اللي يعطيوها يقولوا راي ال 55% هذه من الاقتصاد الموازي راهو فيه 80% يمر عبر المسالك العاديه، معناتها على الابواب العاديه نتاع الديوانه.